صباح النور والسرور على احلى غزالات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله كيف العاده هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مهم رجعنا للروتينات ديالي في الدار. عاوتاني العطله قربت تالي، نهار الاثنين ان شاء الله يدخلوا الوليدات، عاوتاني نرجعوا لهذاك الفياق 7 الصباح. انا اللي كيقهرني هذاك الفياق، ونجري جري 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 جري، خصوصا ملي كتكون العطله طويله. راه دابا تقريبا على جو سيمانات شبعنا فيها راحه صراحه. من ديك الراحه باش ترجعي عاوتاني الروتين كتجي شويه صعيبه. المهم اختكم اليوم كنصور لكم نهار السبت، لقيتوني يلاه خاصني ندي وليداتي لهذيك الحصه الحفظ القران اللي كنديها ليهم، وقلت من بعد زعما غادي نتكرم عليهم، غادي نديهم يلعبوا الباتيناج. عندنا هنايا واحد الارينا فابور، كديهم كيلعبوا الوليدات الباتيناج. اختكم زعما تبغى دير الخبره وتبدا في البريكولات، اختكم راه مجلجه مفضيه مفضيه والو، ما عندي ما تجبد في البريكول. قلت صافي اش غادي ندير، نورمالمون هادو شاريناهم اليوم ديك العام، غادي نحيد هاد الروايد وغادي نركب في بلاصتهم هادي، كانت كتجي معاهم باش غادي يلعبوا الباتيناج. المهم هادو خاصهم يتحيدوا ويركبوا هذا. ايوا من البارح بالليل، والله العظيم الا من البارح بالليل وانا في الفيسات زعما كنحاول نفكوا، راهما ساهلين، كتشدي جوج فيسات كتخالفيهم وباش كتحيدوا تركبي الاخرين. ايوا معانا خبيره في هادشي تيقهرت راجلي في التعيط شويه، غادي يقول لي ها العار بدلت النمره وتبقاي شايطه ليا، عرفتي شي 700 ابل كل مره، كيفاش نفك، كيفاش نركب، كيفاش ندور، كيفاش هادي راه تفارات فريمون، يعني شي فيسات تفاراو ليا. المهم واحد هو واحد يبان لكم هذا راه واحد في هاد الفيس، وجي الاخرى فاريتها الله يعطيني الصحه زعما تبارك الله عليا وصافي تبارك الله عليا. قال لك بنتي فقصتها كل مره كتجي كتقول لي واش كملتي، كنقول لها لا واش كملت، قالت لي ماما شوفي انت ما كتفهمي والو في هادشي، قالت لي راه هادشي راه بابا اللي كيعرف لي. قلت لها سير الله يحسك وانا جالسه مضاربه بهادشي على قبلك اصلا زعما. المهم وحدين ركبتهم، المهم تبارك الله حققت الانجاز، هانتوما وحدين ركبتهم. هذه هي اللي ركبت، وهذه حيدت الفيس الاول والفيس الثاني صافي حتى هو تفارى نفس الشيء. المهم انا ركبت درت الباروك كل واحد ركبت لي وحده، هذه ركبتها وهذه عاوتاني نفس الشيء، حيدت الفيس الاول والثاني تفارى، والاخر واحد فيه هذاك واحد فيه هذا الفولون هذا. ايوا صافي قلت لي عاود نعاود الراجل نعاود نعيط ليه نقول له عاوتاني كيفاش نفك زعما حشمت، والله الا حشمت منه نبقى كل شويه نعيط ليه. ايوا واش غادي ندير، والله ما عرفت من ندير زعما اش كنقول. الله يعطي الصحه وبرافو شابو العيالات اللي زعما خطيرات في البريكول، فاش ما حطيتيهم يعني الصباغه يركبوا تريات يفكوا لك ماري يركبوا لك ناموسيه زعما كتفرج فيهم، برافو عليكم. منهم صاحبتي حليمه الله يعطيها الصحه، انا فاش كنشوفها كاسف هذوك الفيسات وكتصبغ كنقول الله تبارك الله انا والو 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 مفضيه. انا الا عطاني كنا كنبريكوليو على عطاني راجلي نشد معاه شي سنتيم ولا نشد معاه شي عبارات بارك عليا، اما مشيت البريكول خليته لمالي. المهم هادشي معت من الصباح وانا واحله فيه ما عرفت من فك هذا وحل ليا فيه. المهم والو مابغاش يخرج، ها هو خرج الله يعطيني الصحه، صافي خرج ليا الفيس. دابا خاصني هذا نركبو في هذا ولكن هذا الفارق، واش غادي ندير؟ المهم انا غادي ندير محاوله كما قلت لكم الاخرى، خدمتي هذيك ما خدمات غادي نهزهم بعدا نديهم هذيك الحصه ديال القران بعدا هي الاولى وانتوا معايا. المهم وصلت الدراري لهذيك الحصه وخا تعطلنا عليها مسكينه، كي الله يعمر هذا شاده معهم الخاطر، وخا ولدي مؤخرا ما بقاش كيبغي يمشي ليا لهذ الحصه الحفظ القران، ولا دائما كيقول لك لا علاش ما بغيتش نمشي، وخلاه هي انت على اختو تمشيها هي ما بقاش بغيت تمشي، وليت كنلقى معاه مشكله. وحتى فاش كنبزز عليه كندي عندها كيبقى كيلعب، يعني ما كيبغيش يركز معاها يعني في الحفظ ولا هذا. المهم كنقول والله ما يلقى طريق كلمات ولا والو. المهم دابا انا جيت قلت نمشي نتقدى شويه، قلت المحل اللي كنتقدى منه شويه بعيد، خفت نصدق مع طلع عليهم مع غير ساعه، فقلت نجي نضرب دويره هنايا بحد المحل هنايا غزال. هذا المحل هذا ديال شوبرز، هذا راه معروف هنايا عندهم داك الشيء غزال، وبعض المرات كيديروا دي بروموسيون فني. المهم هذا المحل اللي غادي كيحمقوا عليه العيالات في الماكياج في الكريمات الروايح، المهم لي زاكسيسوار في داك الشيء كيحمق. المهم انا غادي نحاول ندخل نضرب معكم هكا واحد الدويره نفوجو شويه. دابا ملي داز راس العام بزاف د الحويجات لقيتهم دايرين فيهم بروموسيون، هادي كانت ب 75 دولار تخيلوا معايا، دابا دايرين ليها 37 واخا هكاك. المهم يعني ما هاد المارك ما عمري ما سمعت بها الكيو هادي. المهم البراش اللي بانوا لي عندهم زوينين، كلشي دابا 50% اوف غالبيه، سورتو هاد لي باك هادو اللي كانوا كيتعطاو كادوات في الكريسماس وداك الشيء، بحال هاد لي باك هادو اديداس كلهم داير لهم 15 دولار. هانتوما كاين هادو ديال دافيد بيكام،
كاينين هادو ديال اديداس، هادو تا هما 15 دولار اللي دايرين ليهم. هاد الريحه هادي فايته مجرباها، غير هي بارده ديال الصيف ماشي تاع دابا. كاينه هادي تاع اديداس، كاينه هادي دافيدوف، كاينه هادي ديال بيونسي. المهم هادو كلهم هاد الفوقانيه. عاد كاينين هاد لي باك هادو تا هما اللي كيجيو هادو كيجيو كادوا زوينين، كتجي فيهم باندوش الكريم الصابونه ديالها وداكشي. كاين هادو تا هما هادو دي باندوش. المهم ديكم لهادو، هادو ديك النهار عقلتو كنت خديتها واعره البنات، يعني البنات اللي هنا كنصحكم بهاد كالغون زوينه هكا سبراي ديال الجسم. كانت دايره تقولوا 9 دولار، دابا داير لها 6.49. كاينين هادو اللي بغيتو تجربوهم، هاد الصغيره هادي خذو كيكون فيها كاينه هاد الغوز وكاينه الزرقاء، زوينين هاد السبراي هادو. حتى هما ناقصين فيهم، دابا داير لهم 10. وكاين الباندوش ديالهم واعر واعر واعر، هذا هو الباندوش. شو تخيلوا دايرين مع دابا 4.49، هذا هو اوعر واحد. هذا عمري ما جربتهم صراحه. المهم هاد السبرايز دابا كلشي، هانتوما كلشي دايرين فيهم التاكس هادو، كلشي بزاف الحوايج دي بروموسيون. وانا كنتمشى لقيتهم دايرين هاد الطبيله كلها فيها غير الكليرنس، بان لي هاد الطبله هادي نجلس فيها واحد الساعه. هانتوما دايرين هادو بورجوا، ما كنستعملش بحال هادشي كثير. كاينين هادو انا اللي بانوا لي هما ديال لامارك اسنس، هادو سميتو كورا، جاو كلهم نيود، هادو بخمسة دولار. كاين عاوتاني هذا ما عرفتش شنو هذا، هذا بحال زيت منظف تا هو دايرين ليه غير دولار. كاين هذا كنظن هذا بحال دي ماكيون، دولار 99. كاين هذا الريسيل تاع ريمي لندن تا هو 93. المهم بحال الطبيلات هادو خاصك تجلسي تبقشي نيت فيهم، يعني بعض المرات كطيحي في ميزه تفنين فيهم. هانتوما الشفار عطا الله ما يدار، شوفوا هنايا. المهم هانتوما العكوره، هذا ما عرفت شنو هما الريسيلات الضفار. المهم كيما شفتوا هاد السيكسيون كبيره ديال الماكياج. هانتوما هادي بعدا كتجي كدوخي فيها، هادو غير الصبايغ هاد الجهه هادي وهاد الجهه، كلشي يبانو لكم الفوق يبانو لكم. هانتوما لي مارك، انت ديك الساعه كتشوفي ميبيلين، ريفلون، كافر جيرل. المهم انت كتبقي غادا لوريال، كتبقي غادا وكتشوفي الماركه اللي كتعجبك. بالنسبه للفونديشن اللي كنستعمل، المهم نوريها لكم، هادي ديال فيت مي. بزاف كيسولوني انا فون دو تان كتستعملي انتصار، هذا فيت مي رقم 25 025 هو اللي كنستعمل دائما. تخيلوا معايا هاد ريمي لندن، تخيلوا معايا هاد سميتو هذا المات كان داير 10.99، دابا دايرين ليه 2.99. تخيلوا معايا شحال ناقصين فيه وزوينين. هادو هما صراحه هادو هما الاول اللي كندير انايا اصلا، هاد النيود هادو هما اللي كيعجبوني. اختكم انتصار اليوم قفرات بدات كتعمر في السله ناري. قلت لكم انا جاي نضرب دويره، صدقت كنعمر لانه دايرين دي بروموسيون واعري. المهم تخيلوا معايا هاد الجيفت باك هذا حتى هو داير ليه غير 8 دولار، شوفوا كيفاش داير واعر كلشي كلشي. هذا عاوتاني هذا ديال كالغون، المارك كالغون اللي وريتكم قبيله، هذه تخيلوا كلها غير ب 4 دولار. هانتوما كلشي 50%. شوفوا لي هذه 5 دولار. هاد الكويسات هادو كيجيو حتى هما كادو، شي صراحه كيحمق يعني لا يقام. كلشي هادشي تقريبا 6 5 دولار 8 دولار. عندهم هاد الجيفت باكس هادو كلهم مع كما قلت لكم مع الكريسماس وداكشي. شوفوا هادي ديال، شوفوا كلها هاد العكوره هادو دايرين ليهم 19، شحال من واحد هما غير الواحد، كل واحد كيتباع ب 7 دولار، يعني هما اصلا راه غاليين. هادي دايرين ليها غير 4 دولار، اوبس طاحت، هادي غير 4 دولار. المهم هاد لا مارك اورياج راه معروفه، هادي حتى هي داير لها 9 دولار. المهم هادو بعض المرات هاد الكريمه بوحدو كتلقاه داير 14 دولار، صراحه دايرين داكشي كيحمق كيحمق. شوفوا هادي، هادي حتى هي 9 دولار. كاينين عاد هادوك لي اللور، شوفوا هادي تاع القفيص شحال غزاله. بغيت نوريكم بالنسبه للريسيل اللي كنستعمل، راه هو هذا ديال ميبيلين. ها نتوما راه دايرين ليه غير 5.99، نورمالمون كيدير 11.99. حتى هذا اللي وريتكم فاونديشن، بزاف عرفتي بزاف لي بروموسيون، يبان لكم كلشي بالحمر، نطاقي بالحمر راه نتوما ديجا كيخواو. العكوره شوفوا هذا البنات ديال لا مارك كافر جيرل، دايرين هاد الباليت هادي واعره
شوفوا هاد الباليت اللوينات اللي فيها كي حمقوا، ديري ليها لا ديري لها هي هادي 96 كانت ب 11.49. انا عندي هاد الباليت هادي زعما مهم كنحاول غير نوريكم يا البنات بيني وبينكم ضغط هنا وليت كنقول صافي انت صار هزي ديك السله اللي عمرتي وسيري شدي الطريق خرجي بحالك خلصي سيري بحالك. ان صراحه هنايا داكشي واعر 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 سورتو هذاك عطيني هاد السيكسيون هادي غير ديال الفيتامينات وداكشي الكريمات خاصني نعطي اتساع لهادشي ديال الكريمات و هادو اللي كنت باغا انايا داك لي سوغ عندي وحده ولكن ما بقاش زوينه ما بالياش هادو دايرين فيهم دي بروموسيون اما ابارسا تقريبا. المهم البنات اللي في كندا كنصحكم تمشيو هاد شوبرز دراغ مارت جو كرو في كيبيك سميتو ما عرفتش شنو سميتو مشات لي ديك السميه ديالو. المهم نتوما راه تعرفوه غادي تشوفوا ستيل غادي تعرفوا هذا المحل هذا هذا معليمه بيا نخلص حتى وقفت هنايا بان لي عاوتاني الشوكولات كلشي حتى هو دايرين فيه دي بروموسيون. المهم نتوما ليند هذا كلشي تسعود هذه ثلاثه هاد فيريرو حتى هي كتشوف شحال كانت دايره تسعود دابا 3.99. المهم صراحه عاوتاني الشوكولات هضره اخرى عاوتاني هذه ما معاها هضره واخا باقي عندي الشوكولات. المهم ها نتوما هادي جوست 39 الشوكولات كلشي حتى هو بروموسيون. هاد الوقت هذا كيكون فيه احسن وقت تاخدي تقضي فيه هو هاد الوقيته هادي وشهر جوج شهر جوج عاوتاني حتى هو زوينه فيه التقضيه كيكون فيه دي بروموسيون. المهم يبان لكم كلشي خوا من هاد الجهه ومن هاد الجهه لان هادشي كلشي دي بروموسيون هادشي ديال اللعاب وديال الدراري وهذا كلش حتى هو خاوي. فاش غادي نعاود لكم البنات المهم هاد القضيه دي باينه كتوقع لينا كلنا فاش كتلقاي الهميزات والصورت كتزاي خدي هادي والله الا باطله هادي دولار خدي انتصار زيد هادي هي الهمزه 3 دولار والله حتى تاخذها انتصار كتحسب راسك جوج ريوس كتضرب وسط من راسك واحد كيقول لا شدي راسك واحد كيقول لا هادو من الهمزه تاه الزيزي فاش كتحقري هذيك دولار هذا كيبان لك شويكوك 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 زعما داك الشيء الهمزه كتوصلي لاكاس كتلقاي نيت الهمزه نيت مجموعه لك في في الروسي. مهمه ولكن صراحه خديت لقيت داك الشيء زوين نكذبوا على الله حرام ها انتم العكوره داك الشيء الكريمات سورتو هذه اللي تصدمت هذه ديال لامارك اورياج اورياج هادو كريمات ولا هاد الزيوت ديالهم هادو مثلا كتلقايهم 20 دولار 24 26 دولار صدمت انهم كيفاش دايرينهم بهاد لي بري هادو. المهم خديت خديت هادشي شله شله تخربي خديت الشكلاط خديت هاد لاكام هادي ولكن دابا ما غادي نوريكم والو عرفتي علاش انا بالنسبه ليا الانتعاشه والحيويه مورا التقضيه ديال المواعن والديكورات والحوايج هي نمشي للدار ونشتت نشتت نشتت داكشي فوق الطبله ونبدا نهز كل حاجه وكنبدا نقول لا انت صح حققتي الانجاز لا انت واعره كتحسي عاوتاني براسك زعما راكي طلعتي نهارك كما تعرفوا اصلا اللي كتفرح العيالات اكثر حاجه كتفرحهم هي الشوبين. صافي دابا عرفتي اش غادي ندير تخيلوا معايا بريسك ساعه وانا مخشي وسط هذا المحل يعني انا اصلا كون قالوا لي انت ساره غير خدي راحتك كنت غادي نبقى معاهم تيسدوا تيقولوا لي هما صافي بنتي سير الله يرضى عليك سيري بحالك راه غادي نسدوا كن ساره سينا وسط هاد المحلات ومحلات المواعن. بقات 5 دقائق على توقيت الدراري فغادي نمشي نهزهم قلت انايا هذوك لي باتام صافي مفقود فيهم الامان ما قدرتش نكمل نصايبهم واصلا نسيت لهم حتى لي قاتو قلت غادي ندوز نتقدى بعدا نحيد عليا التقديه لانه مع الدخول للمدرسه راكم عارفين خاصني ناخذ لهم داك الشيء ديال الفرماج والعصير وخبز ساندويتش وداك اللعيبات كلهم ناقصيني ويا ربي ندوز هاد التقديه معاهم بخير وعلى خير. عرفتي فاش كندير معايا الدراري التقديه عرفتي كيرجعوا لي هذا هنا كنحس بالشي كيطرطق ليا في الراس كنحط الشاريو هنا كنضرب دويره كنلقى زلقو دا والدوره الاخرى وعاد داكشي اللي كيتزاد في الشاريو انت ما في راسك ما عليه ما عندك عليه حتى فكره ها الشيبس ممكن يهزو كيخشيو في داك الشاريو. المهم غادي نحاول دغيا دغيا نزرب عليهم ندخل دغيا نتقدى ومشي للدار نحاولوا نتعشاو داكشي عاد نشوف الا قدرت مازال نخرجو من بعد ولا لا لان وعدتهم هذه هي المشكله. ايوا المهم البنات داكشي نيت اللي توقعته هو اللي وقع عرفتي دخلت عرفتي راسي غادي تفرح حطيت الساشيات اكوطي مشيت جلست واحد 10 دقائق رجعت فيها دماغي. المهم انا ولدي داير بحال مش مع الفار في التقضيه كنحس بالسوبر مارشي كله كيتفرج فينا انا وياه حتى زكا حط الشاريو ما تدفعوش كتحطي هنا كيطير الشاريو وخلاص ملي كتوصلي لاكيس هذيك هي المرقه الكبيره كتلقاي النص اللي في الشاريو ماشي انت اللي هازاه غير مدفوعه فيه كتولي كنولي مارقه مع ديك الكاشير كنبدا عليها عافاك اختي انت نقصي هذه زيدي نقصي معاك هذه راه ماشي انا هزيتها ولادي. المهم القصه راه معروفه عرفتي المدرسه كدير فيه واحد الخير كبير فاش كيمشيو المدرسه عاد
كنمشي نتقدى على الراحه الراحه ديالي. دابا غادي ندوز نخوي الساشيات هما الاولين قبل ما نرجع كل حاجه بلاصتها. قلت ندوز نبارطاجي معكم التقديه اللي خديت، خصوصا البنات اللي هنايا في كندا كيبقاو يسولوني على بزاف ديال لي برودوي، وحتى نتشارك معاهم حتى تجربتي مع شي حويجات اللي كنتقداو من هنا. منهم نبدا لكم بهذه البيتزا هذه اللي ما كتخطانيش، هذه الكرتونه هذه كيجيو فيها اربعه البيتزات بهذا القياس هذا، كيجيو كلهم فيهم غير الفرماج، كناخذها ب 10 دولار، قولوا تقريبا شي 76 درهم 78 درهم، ما غالياش. واللي زوين فيها انك بعض المرات كتكون ياك في ويكاند ولا مثلا ما فيك لا اللي طيب ولا مشغوله، غير كتخرجيهم سوا ترمي فوق منهم دجاج ولا كفته ولا طون ولا غير خضيره كفليفله مع زيتون هذا، وتخشيهم في الفران كيجيو غزالين. عاوتاني هذا حتى هو كيعجبني بزاف، بعض المرات سناك جاك الجوع ولا الفطور بغيتي كتبغي تاخدي شي حاجه اللي صحيه، فمثلا كاين بحال هاد الخبز هذا اللي كيجي مقرمل وكيجي كله تهوى بالحبوب وبدقيق القمح الكامل، حتى هو كتدهنيه بالفرماج ولا غير عسيله ولا هذا وتاكليه. عاوتاني بالنسبه للبرجر هذاك حتى هو ديال لا مارك سفره، المهم هما كاينين ماركات كثار، انا هذه اللي كتعجبني كيجي منسم خصوصا هكا مشوي ولا هذا كيجي فن. خديت هنايا خبز البرجر، خديت عاوتاني هاد الخبيز هذا ديال الساندويتشات المدرسه، حتى هو كناخذو بدقيق القمح الكامل. هذا مثلا كديري لي فيهم دجاج كفيته ولا هذا اللي كان هكا على قياسهم باش كيقدروا يكملوه، لان الا خديت لهم الخبز الكبير كوني اكيده غادي يرجع لي اكثر من نصه. وهنايا كناخذ لهم هاد اليوغورت هذا تيوب، حتى هو زوين المدرسه. وكاين عاوتاني هاد البسكوي هذا اللي حتى هو بدقيق القمح الكامل كيجي حتى هو بالشوفان وهذا كيجي زوين. وتشيستيك ضروري هذا حتى هو هذاك الفرماج. وبالنسبه للديسير وهذا والخضره ما خديتش الخضره، غالبا خديت غير خيزو هو اللي كان ناقصني، لان اصلا فاش كنت رجعت من السفر كنت قديت، فزدت غير شويه الميغتيل والفرامبواز. هنا لافوكاديا وقتها كتوصلنا من المكسيك رخيصه، مثلا كناخذوا هذه هاد الساشيه هذه فيها 6 غير بجوج دولار، قولوا تقريبا 15 درهم، يعني في وقتها لافوكا كتبرعي فيها رخيصه كتجي من المكسيك. كاين هذا الكاكي هذا تا هو اللي كيجي من اسبانيا، سولوني عليه البنات ديك النهار. هاد الصنيديقه هذه كناخذها غير ب 5 دولار تقريبا شي 35 36 درهم، يعني ما غالياش. حتى هذا هو وقته، عندك هو والماندارين تبارك الله في المغرب، ما نعاودش لكم شنو داير هنا في كندا. وهذا كناخذ هذا الياغورت هذا بيوت هو ناتور ناتورال، يعني كنزيد معاه غير ديسير ولا هذا في الصباح بعد المرات بغيتي ناكل زعما شي حاجه صحيه. المهم البنات دغيا دزت ستفت هذيك السليعه، وولادي منين شافوا البرجر قالك والو هو اللي بغينا العشاء. فمهم هي بنتي بلعكز عليها مشات جابت واحد الكرسي واقفه حدايا زعما قالت لك غادي تعاوني، قلت لها الله منين تكبري تولي انت اللي كتدخلي الكوزينه. المهم غادي نصايبوا اليزا اليوم العشاء. كفته خبز فريت لاتس باسترد كيتشاب والصوص. والصوص شنو هادي كفته ولا دجاج؟ كفته. لا هذيك دجاج. لا كفته. يلا وقاد ديال الاخرين حتى هما نديرهم. هما البنات هادو كيجيو زوينين لو تشويوهم كيجيو فنين. المهم بورطابلي مصباح هو كيزنزل، قلت لكم لو تشويوهم كيجيو فنين. حنايا مع دابا البرد وداكشي ما في اللي يخرج يشعل الشوايه وهذا، قلت غادي نديرهم غير في المقله وصافي. والخبيزات غادي نقاد فيهم غير الخص، لان اولادي ما كيبغوش ليا سميتو فيهم مطيشه والبصله وداكشي ما كياكلوهمش ليا. وهنا غادي نقاد شويه الفريت نقليها، هاد الفريت زوينه سواء كتجي مقليه ولا فران جوج. غادي نخلطو دابا. اش غادي نخلطو؟ كيتشاب ماسترد. اها وهذاك مايونيز. هذاك مايونيز. المهم هي عطيناها تخدم لنا العشاء اليوم، قالت لك هي اللي بغات دير اللمسه ديالها وبركه متخلط. يلا المهم خلطنا انا كلشي باش غادي ندهنهم، وخرجت لها تما فرماج غسلت لها الخص. وهنايا البنات بالنسبه لذاك البرجر راه ما كنزيد فيه لا زيت لا والو، يبان لكم ها نتوما راه هو كيطلق الزيت بوحدو، كنديرو على نار مهيله صافي كيبدا هو كيطلق الزيت بوحدو، لان راكم تعرفوا الكفته داكشي راه فيها الدهنيات وصافي. قاديت تما الفريت تقلى
عطينا لهاد الكتكوته هذه ديالنا اليوم تقوم بالمهمه تقاد الخبز هي. واخيرا غديوتنا صبحت واجده في الاخر البنات ستات لي يدين تبارك الله اللي وجدوا هذا الغداء هذا. ولدي شاف بنتي حتى هي قال لك والو حتى انا نجر الكرسي ونطلع واخا نحط يديها في الخبز مهم ولا باس. المهم هي المشاركه تقول لكم اللي شافنا ثلاثه فينا مدكسين في هذا البوطاجي يقول لهم عاد كيصايبوا لنا حولي مشوي. ها انتم البرجر كيفاش كيجي وداك الفرماج محدو باقي سخون كيبدا كيذوب عليه. وشوفوا لي هذا الفريت هذا كيجي غزال مقرمل بحال ديال المطاعم صراحه. هذا الفريت هذا نافعني بزاف. وهنا بالنسبه للديسير انا كنفضل بلاصه ما نحط ديسير هكاك عادي وكل واحد يهز حاجه كناخذ حاجه حاجه من الحاجه ونقطعها. بهالطريقه الواحد كيتشجع ياكل ديسير متنوع وسهل كتاخذي فريشيطه وتبقي تنقبي. المهم خديت ليمونه وحده تفاحه وحده حبه وحده ديال الكاكي مره ناخذ كيويه مره بنانه اللي كان عندي صافي كنقطعوها هكا ونقسمو على طبيصلات. وتا وليداتي كيعجبهم صراحه بهالطريقه وكياكلوه ليا. ايوا هذا ما كان يا بسم الله غادي ناكلو هاد البرجر نعقلو عليه. عرفتي يديك ياكلوني على دوك جوج ساشيات. عرفتي منين دخلت انا كنقول سير انت صار حليهم دغيا وفرتكيهم شي كنقول لا خودي وقتك صفت سلعه وجد دابا الماكله غادي ناكلو غادي نوض دغيا نغسل دوك الروينات الماء اللي عندي تما غادي نوض هذيك الساعه غادي نفرتك ونعقل على نعقل على الجلسه. يلا المهم البنات نتعشاو ونرجع معاكم. واخيرا وصلت اللقطه اللي مقبيله وانا كنتسنى فيها. كملت دغيا شغالاتي وزيت الساشيه طلعت كنجري الفوق باش نجلس ونتمعن في هادشي. وغادي نبدا لكم بالهمزه الاولى اللي حمقتني واللي هي هاد الباكي هادي ديال العكوره تاع لا مارك اسنس اللي معروفه جدا خصوصا في الصبيغ ديال الضفران. بحق ماكياج ما عمري ما استعملته سمعت به. المهم هذا خديت ربعه العكوره بالوان اللي كيحمقوني ب 4.99 تخيلوا 5 دولار يعني شحال هذيك 5 دولار شي 40 درهم ميم با 40 درهم وما هو ثمن تاع كر واحد فضروري ما خاصني نحلهم. شوفوا لي اللوينات كي دايرين مارون شوكولا على غوز على كرونه بارد. المهم هذوك الالوان فنين فنين. المهم ضروري خاصني نحلهم. شوفوا لي هاد لي كولور نيت هاد الالوان اللي كان كيعجبوني انا كاين هذا هو من بين الالوان المفضله. كاين هذا شوفوا لي هاد الالوان هذا شحال غزال. المهم صراحه اللوينات فنين. حتى الثمن صراحه مشجع بزاف يعني كما قلت لكم 4.99 ما هو ثمن تاع كر واحد. بالنسبه لهادي ديال لا مارك غيمي لندن خديت الريسيل هذا كانوا دايرين ليه 4 دولار كنظن هو كان داير شي 13 14. المهم خديت النوار كان فيه الماغون والنوار وخديت البينو. البينو خديت الواتر بروف هذا كان داير 11 وكانوا دايرين ليه 6 ومع 7 دولار. مهم خديت الريسيل مع هذا ومبين الهميزات اللي واعرين عاوتاني واللي هو هذا الباكي هذا جا ديماكيون او ميك اب ريموفر كيجي مع هذا ديال العينين هذا تخيلوا معايا ب 3 دولار 3 دولار ما هو ثمن تاع هادي نورمالمون غير هذيك وحده انا كناخذها ب 4 5 دولار فجايين هذا الباك هذا بجوج. هذه الماركه بالحق هذا انابيل عمري ما استعملت هذه الماركه هذه. شنو عاوتاني هاد لا مارك اوغياج لي غنيه عن تعريف لي بزاف لي ديرماتو كينصحو بها يعني لي برودوي ديالهم غاليين يعني لي برودوي كتلقاي كريم صغير قد هكا ب 25 30 40 دولار. فهادي في الكاشير فاش كانت كتجمع لي قالت لي وا قالت لي فلقيتي هذا بالثمن هذا قلت لها او انت خدامه انا ما عارفاش الهميزات اللي عندكم في المحل لان صراحه هادي همزه خطيره بشحال تخيلوا معايا دولار دولار الواحد. مهم هذا كريم هذا كاتبين كريم تقدري تستعمليه للشعر للوجه والجسم كله يعني بحال الكريم منظف ومرطب. وهذا زيت هذا نيت اللي خدامه في لاكيس قالت لي هاد الزيت راه زوينه قالت لي خصوصا الا كانت عندك لابو ناشفه قالت لي هادي راه زوينه فبقيت خديت منها جوج واصلا هما اللي بقاو بانوا ليا لان في الاخر داروا العيالات داروا الهجوم على ديك السله اللي كنت كنبقشش فيها حتى دول لقيتهم في ديك السله. هذا ديال لا مارك مارسي حتى هي عمري ما استعملتها جو كخوا هادي ماركه كنديه. هذا حتى هو منظف الوجه وهذا حتى هو لا مارك مارسي هذا ديال العينين كاتبين لك على لي زيو سونسيبل يعني اللي عندهم حساسه فهذا منظف تنظفي مثلا به الماسكارا والبينو. وبالنسبه للعكر اللي كندير واللي دائما كتشوفوني كنديرو كتسولوني عليه بزاف واللي هو هذا كندير ما كنديروش بزاف هذا لانه هذا شويه مات وكيجي اكثر في المناسبات لانه ديال 24 ساعه فكما شفتوا هذا كليتو شربتو وغسلي حكي سنانك ودوشي ونعسي وفيقي غادي تلقاي باقي كما هو ما عاودتوش راه كما هو بقى
هذا الرقم هذا 65، هذا كان فيه تقريبا شي اكثر من 20 لون. المهم هذا حتى هو ديال لا مارك ميبيلين. وبالنسبه للفونديشن او الفون دو تان هذا بقيت خديته تقولوا قراو افكار ملي تقرب يسالي ليا، فكما شفتوا حتى هو كان بروموسيون. هذا غير هو الرقم غلط قبيله قلت لكم 025 هي 125 يعني بلا 01. وكما قلت لكم هذا راه هو اللي دايره هذا دايره دابا، وهو اللي كندير دائما، عمري ما بدلت النمره. وكما شفتوا كيبان ناتوريل يعني ما كيبانش داك مقبصه وجهك او معيق. خديت عاوتاني هذا الباك، وكما شفتوا لي باكي قبيله اللي لقينا يعني دوك الجيفت باكس كانوا خطيرين. يعني سورتو مثلا عندك غدا للبلاد غدا للمغرب غدير كادوات احسن همزه. فالمهم انا بقيت خديت لي غير هذا اللي كيجي فيه الباندوش، كيجي فيه هذا السبراي، كتجي فيه هذه بماج كرو صابون، وهذا السبونج هذه ديالو. شنو عاوتاني خديت هذا الكريم هذا بحال الموس يعني تنظيف بحال الكوماج ولا شي حاجه كتنظفي به وجهك بالليل. خديت هذا حتى هو كندير فيه بروموسيون، كندير ليه 3.99 يعني ثمن رخيص. خديت الشوكولا ولا دي طارو بالشوكولات، سورتو داك البيضه تاع كيندر كانوا دايرين ربعه ب 2.79 يعني هو غير وحده كناخذ لهم دولار 25. فولادي ملي شافوها طاروا بالفرحه، فقلت لهم ها انتم ما تاكلوهمش كلهم دابا، راه قبيله ونعس عليهم اللي مشيو يطيروهم. عطيتهم وحده وحده قلت لهم شوف ما تكثروش عليا الشكلاط. فمهم هادو مبين الهميزات، قول لي كيف جاكم هذا الشيء. صراحه انا حمقوني سورتو هاد العكيرات هادو، سورتو من طحت في اللون اللي كيعجبوني انا واللون اللي كنستعمل بزاف. فولادي باقي لاصقيني دابا، تخيلوا معايا كيبان الليل وراه هي يلاه دابا الخمسة ونص. فوالله ما عرفت وانا ما بقيت عرفت لهذوك منين نصايبهم. شي راس كيقول لي غنديهم غير ماكدونالدز زعما يلعبوا ولا شي حاجه ونرجعهم، والله ما عرفت. المهم البنات غادي ندوز نجمع هادشي كل حاجه تشد بلاصتها ونتلاقى ان شاء الله فيديوهات وروتينات جديده. بوسه كبيره لكم، باي باي.